فعشان ما ياخدش فترة طويلة وهو بيعمل رن راح اخفف الزمن هون وراح احط هذه 0.5 اوف سكند بس راح نعملها رن ل 0.5 اوف سكند اذا كلكم جاهزين تعملوا هلا لاحظوا الرن سيمبل او الرن ايكون مش شيدد بطل شيدد لانه في عندي موديل اعمل له رن فبنكبس عليه بنعمل له رن عملت الرن كله من دكتور كيف بالهاي شايف كيف بدي اغير التايم سكيل اوكي هي عملنا رن اذا بتطلعوا المفروض انه خلص من هون هلا في شغله بتشوفوها بالزاويه تحت بالزاويه السفليه اليمنى محطوط ordinary differential equation 45 هاي لها علاقه بطريقه الحل كيف حلها ما راح نغير فيها شيء ما راح نطلع عليها الان اللي خلص منكم رن عمل رن اعمل دبل كليك على الاوسيلوسكوب هلا هون في مشاكل كثير عندنا اول شيء مبين انه اول شيء هذا نفسه مش مبين راح احاول اضبطه حتى يبين بس قبل ما اعمل راح اعمل اوتو سكيل رايت كليك اي مكان بالشاشه اعمل رايت كليك راح يبين معكم منيو بتكبسه على اوتو سكيل هدول مش مبينين مظبوط ولا كيف تعملوا في راديو هذا اسمه تعمل برند في ستايل وبراند ديسبلاي لا الا في الا في اوتو سكيل هاي هاي الشغل رايت كليك على الشاشه لا بقول انه الفيرجنز الثانية مش موجودة طيب اول اشي راح اعمله خليني اكبر هذا عشان تقدر تشوفوا الخطوط راح اروح الان على السيتنجز على السيتنجز تبعت الاوسيلوسكوب وراح اكبر الخط من 0.5 بالستايل يمكن انه غيره تستنى على المرة ما عندنا ما عندنا اوكي هي انا هون بس كبرت الخط مبينين اللونين اللون الثاني مش واضح مش هيك المجنتا شايفينه؟ كيف بدك تطلع الاكس اكسس؟ طلع الرينج تاع الاكس اكسس الاكس قديش انت طالع عندك؟ من 0 ل 10 0 ل 0.5 ل 10 عملت اوتو سكيل؟ لسه 10 بس عندك بدك تدخل على السيتنج تيبل دكتور ليش ما نقولها الورد سبيس نعملها بلوك؟ بصير بس انا شوي شوي بدي احاول ارتبها بصير بس عشان ارتبها هون هلا احد المشاكل هون بالشكل هذا هاي مش طالعه ساينوسويدال السبب انه احنا بس كم سكند انت ماشي؟ 10 ثواني انت 10 ثواني ما حطيتها نص ثانيه ما غيرتها لنص ثانيه هلا هون بدنا نعمل شغله الكل يروح على السكوب هلا في السكوب المشكله هاي مش واضحه عندكم هون هون في عندنا في السكوب بعرفش اذا الكل طالع معه طالع معكم شكل السكوب هون في 3 تابس اول واحد الاخير اسمه هذا اذا اسمه جنرال هذا هيستوري وهذا ستايلز في اول واحد من هون في شيء اسمه سامبلينج الكل طالع معه سامبلينج خلينا نشوف اذا كبرت هاي اذا بتبين معكم ولا لا لا ما بتطلع اكبر من بدنا نغير هاي السامبلينج بدل ديسيميشن راح احط سامبل تايم وراح احط 1 اي ماينس 5 راح نعمل رن مرة ثانية هلا بنشوف المشاكل الثانية السامبل تايم عندنا محطوط سالب واحد اذا كان بكون باخذه من مكان ثاني سالب واحد انه it inherits it مكان اماكن ثانية طيب ايش اعمل لانه سالب Thank you.